لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس. يمكن بسبب الظروف اللي بيمر بيها العالم كله في الفترة دي وفيروس كورونا وحالة القلق أو التوتر اللي بتصيب ناس كتير، حتى لو إحنا مش متوترين زي ما كنت بقول لكم طبيعي إنه ممكن يتنقل لي التوتر ده أو الإحساس بالخوف من كتر الطاقة السلبية اللي حوالينا أو من كتر ما الناس قلقانة وخايفة بشكل كبير، فده ممكن يتنقل لي. بس هل يا ترى فكرة التوتر والقلق اللي عند ناس كتير الفترة دي ممكن يتفاقم عليها، ممكن يوصل لمرحلة أمراض نفسية أو وسواس قهري أو فكرة أنه يجيلي بانيك أتاكس بشكل مستمر؟ كل ده هنعرفه من دكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي اللي منورنا في الاستوديو. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. الأخبار زي الفل الحمد لله. عامل إيه في الكورونا؟ تمام الحمد لله. زي ما كنا يا دكتور والله وحشتنا جدا. وأنتوا كمان والله. احنا احتياجنا لحضرتك بيزيد في ظل هذه الظروف العصيبه. ربنا يستر. معلش بس يا دكتور قبل ما نبدا الفقره، عمرو الفقره اللي فاتت كان بيقول للدكاتره النفسيه الفتره دي عاملين الله أكبر مكاسب ايه؟ قلت له على فكره معظمهم دلوقتي بيقدموا خدمات فور فري للناس. شفت عشان هي متابعه وعارفه اللي بيحصل، هي عارفه اللي حاصل دلوقتي. انا نوهت على فكره على الخدمه اللي حضرتك بتقدمها للناس اللي محتاجين دعم نفسي مجانا بالمناسبه برضو في الفقره اللي فاتت. شكرا يا عمرو. كده انا كويس ولا اللي وحش؟ صح يا دكتور؟ تابع الفقره اللي فاتت. طيب عايز ابدا الحقيقه دكتور من الاول، ايه القلق الطبيعي اللي المفروض يبقى موجود عندنا دلوقتي، ولا هو مش المفروض يبقى موجود عندنا قلق، ولا يعني حالتنا الطبيعي تبقى ازاي دلوقتي؟ والله هو الطبيعي زي ما احنا بنمر حاليا ان احنا اكيد قلقانين وخايفين، طبعا على اختلاف درجاتنا، يعني في ناس حاسين ان لا انا تمام مش قلقان مش حاسس بحاجه، وفي حد خايف لدرجه انه حاسس بحاله ذعر مش مطمن خالص مش عارف ينام، وفي ناس عندها مشاكل في الاكل واضطرابات في النوم، وزي ما حضرتك بتحكي كده بانيك اتاكس، عندهم نوبات هلع شديده لانه خايف ومتوتر. فاحنا طبعا على سبيكترم كبير، لان احنا زي ما لسه حضرتك بتحكي حالا برضو احنا كره ارضيه كامله، مش بنتكلم في مشكله بيت ولا صح. مشكله اسره، بنتكلم في مشكله يعني عالم كله، فكلنا عندنا كل درجات الخوف. مسموح جدا ان احنا نبقى خايفين، والطبيعي ان احنا نبقى خايفين، بس طبعا مش الطبيعي ان احنا نتكتف بالخوف ده، مش الطبيعي ان احنا نعدي اللي حوالينا بالخوف ده او ناثر على اللي حوالينا كل ده احنا خايفين. طب على الجانب الاخر يا دكتور، في ناس مستهتره بالموضوع صحيح. او مش فارق معاها او شايفه انه عادي، وطول ما انا واخده الموضوع ببساطه فانا مش هيحصل لي حاجه او مش هيجرى لي حاجه، هل ده صح ولا ده برضو غلط؟ حلو قوي. ما هو اللي عنده لا مبالاه حقيقه الامر انه خايف، وده ديفنس ميكانيزم، يعني دي حيله دفاعيه بيهرب بيها من خوفه، انه يعمل حيله اللا مبالاه. يعني يعمل ايه؟ يعني يقول ما فيش حاجه اصلا، يقعد يخترع بقى اختراعات مش حقيقيه. أوكي. ان ده مثلا مؤامره علينا، ان ده هجوم علينا، مفيش اصلا مرض واحنا بيضحك علينا من العالم كله، مع ان قدامه في ناس بيحصل مشاكل، يعني ناس عيانه وناس بيجرى لها مشاكل، بس هو بيهرب باللامبالاه. فاللامبالاه احد صور الخوف المقنع، ان انا بهرب من الحاجه اللي جوايا بان انا مش فارق معايا. الطبيعي ان اكون حريص، يعني باخد الميجرز المطلوبه، باخد الحاجات المطلوبه مني عشان احمي نفسي واحمي اللي حواليا، ما بقاش مؤذي للي حواليا ان انقل لهم مرض من غير ما احس باللامبالاه بتاعتي. طب احنا عايزين نعرف القلق الطبيعي، الدرجة الطبيعية من القلق ايه، وامتى اعرف ان انا كده القلق عندي زيادة؟ عظيم جدا. احنا الطبيعي جدا ان جسمنا بيستجيب للخوف، وخلينا نستوعب ان الخوف جزئين، جزء على مستوى جسدي، يعني جسمي كده بيفرز الادرينالين اللي هو مسؤول عن حمايه نفسي، ان انا اعرف احمي نفسي ازاي، ان اعرف اجري، اعرف اتاك لو حاجه بتهاجمني وهكذا، يديني باور زياده في وقت معين. بالظبط، بيديني باور زياده، بيديني الاستريس بتاع المسلز، يديني التون بتاع المسل اللي انا محتاج له، بيديني التركيز ان انا مركز بس على الحدث ده مش عارف اركز على الحاجه الثانيه وهكذا. فالخوف الفيزيكال اللي هو الجزء الجسدي يعني امر طبيعي جدا، ولكن الجزء النفسي ده حاجه تانية. الخوف قد يجي من حاجه برايا، يعني حاجه حاصله بره جسمي، وحاجه حاصله جوه جسمي، ده افكاري زي مشاعري. المشكله ان انا اكون 24 ساعه على وضع الاستعداد للهجوم، ان انا طول الوقت مستعد ان انا هاجم، فده وضع بيستهلك جسدي جدا، مرهق جدا طبعا. جدا جسديا مرهق، عشان كده بنطلع منه حاسين احنا تعبانين، يعني احنا قاعدين في البيت مش بنعمل حاجه، ومع ذلك حاسين بالاجهاد الشديد، جسمي مكسر فعلا، وبنام بقوم مكسر صح. وبنام بقوم موجوع، مع ان انا ما عملتش اي مجهود اثناء اليوم. طب انا موجوع ليه؟ عشان انا مضغوط ومش حاسس. واشهر حاجه ممكن تلاحظ بيها التوتر اللي بتحسه في عضلات رقبتك وعضلات ظهرك، تلاقيهم مشدودين جدا وانت مش حاسس، قاعد مشدود وانت مش عارف مشدود ليه، لان في خوف جواك انت مش شايفه. طيب يعني يمكن برضو في حالات من التوتر دي بتكون نبع عن تخيل، حاجات كده سيناريوهات بتدور في دماغي. يمكن قبل القصة اللي احنا فيها دلوقتي دي كان يقولك البنات بتقعد تتخيل حاجات مع نفسها وتعيط عليها وتتأثر بيها، ولكن الفترة دي أغلب الناس عندها تخيلات. بالظبط، فهمتوا ايه اللي حصل؟ اللي هو
اي حد قاعد، اي حد يحس مثلا انه زوره وجعه هو حاسس باي حاجه، يقعد بقى يتخيل انه لو جاله ايه اللي هيحصل، ونعيش في حاله الرعب دي. ازاي اقدر اوقف نفسي عن التخيل ده؟ حلو قوي. هو السيناريوهات اللي احنا بنرسمها غالبا بتكون جايه من الخوف والقلق اللي جوانا. لما بكون قلقان بكون عايز اطمن، فهطمن لان انا شايف نهايه اللي انا فيه. فطول الوقت برسم سيناريوهات، حتى سيناريوهات مرعبه. يعني احيانا بحط لنفسنا سيناريو يخوف جدا عشان احس ان انا عرفت المخرج فين. المشكله الكبرى حاليا احنا ما عندناش صوره لبكره، ما عندناش تصور لبكره، انا مش عارف ايه اللي جاي. فكل واحد بيحط السيناريو اللي هو متخيله وبيرعب نفسه بحاجات، وبيقعد يعمل تفاسير لحاجات مش حقيقيه. يعني النهارده مثلا دور العباده فاضيه، فالناس تقعد تقول اصل احنا دلوقتي بعاد عن ربنا. طب ما جايز ربنا عايز يلفت نظرنا لحاجه تانية. يعني ليه ناخدها بالشكل السلبي؟ بالزبط. ليه ما اخدهاش ان ربنا عايز يعلمني الايمان جوايا في الاول؟ صح. اني ارجع اصلح نفسي بدل ما اصلح مظاهر، فاشوف الموضوع بصوره اشمل. ففكره السيناريوهات، طبعا احنا بنقعد نرسم سيناريوهات وبنخاف جدا لو حد سخن شويه، لو حد جاله كحه، لو حد زوره وجعه، لو حد خرج مثلا عنده رشح، رعب. النهارده لو حد مثلا في الشارع او في بيته بيكح ولا بيتصحى كانه عامل جريمه. بالظبط. يعني هو دلوقتي مرعوب من نفسه وخايف على اللي حواليه. صح. فحقيقه الامر السيناريوهات مش بتوصلنا لاي حاجه غير انها بتتفاقم، بترعبنا اكتر، بتعدي اللي حوالينا بصور سلبيه. اتوقف عنها بان اشتت ذهني، ادور على حاجه انا عايشها هنا ودلوقتي مش سيناريو مسبق، مش اللي جاي. يعني اول ما افكر احاول ان انا افكر ارجع نفسي على ارض الواقع. انا هنا ودلوقتي بعمل ايه؟ يعني زي ما انا خايف كده، انا هنا ودلوقتي الحمد لله في امان، مفيش حاجه بتحصل. ايوه ماشي. ما لو الناس رجعت لي هنا ودلوقتي هيلاقوا نفسهم ان هم مثلا قاعدين في البيت، ممكن دي حاله بتسبب لهم القلق اصلا. عظيم. ان هم قاعدين لوحدهم، او انه ما في، او روتين بيتكرر كل يوم، وده اكيد برضو بيضايق ناس كتير. طبعا. فممكن لما يرجعوا برضو لارض الواقع يحسوا كده همدانين. او جدا جدا، هو ده بقى بالظبط ده المفتاح السحري للي احنا فيه حاليا. اللي احنا فيه حاليا اكبر خوف بيواجهنا مش الكورونا ومش اللي حاصل ومش مش المؤلم اللي عندنا، اكبر خوف بيواجهنا ان احنا نواجه نفسنا. يعني احنا بقالنا سنوات بنكبت جوانا مشاعر سلبيه، بنهرب من مشاكلنا، في حاجات جوانا مش بنحاول نواجهها وبنهرب بزحمه اليوم. صح. فاللي حصل ان اتعمل لنا سويتش اوف، اتطفت كل حاجه، ومضطر تواجه نفسك، مضطر تشوف اللي جواك. لو اختياراتنا كمان يا دكتور، اللي اتجوز جوازه مش مقتنع بيها، او اللي مشي في سكه مش عارف ايه، بيلاقي نفسه قدام كل اختياراته الفتره اللي فاتت اهي قدامك، هتتعامل ازاي؟ طيب حوالينا الاخبار في كل حته، في السوشيال ميديا، في التلفزيون، في كل حته، كورونا 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 كورونا. نوقف ده عشان نقلل التوتر ولا نعمل ايه؟ نقلل التوتر ازاي؟ نقلل التوتر طبعا من ضمن الحاجات انك تقلل المثيرات، تقلل الحاجات اللي بتثيرك وبتوترك. يعني مثلا لو انا عارف اني بفتح الفيسبوك فبلاقي بورصه ارقام، عدد الوفيات. صح. عدد الاصابات، اللي خرجوا اللي كذا بالظبط، اللي ماتوا قد كده، واللي حصل كذا، وانا برضو ما عنديش حاجه ثابته، ما عنديش معلومه كامله. يعني النهارده عندي فكره عن بلد ان البلد دي منهاره، بس بتكلم حد تاني من نفس البلد بيقول لك لا احنا الدنيا ماشيه عندنا مش زي ما احنا متخيلين. فالامر السوداوي بيتنقل من الاخبار، واحنا لما بننقل الحكايه لبعضنا، لو حكيت حكايه لنوره حكيتها لحضرتك مش هتحكيها بنفس الشكل بالظبط، اكيد هتحكيها بالظبط بالصوره اللي هي شايفاها، وحضرتك لما هتحكيها لحد تاني هتحكيها بطريقتك، فالحكايه بتتحور من شخص للتاني. كذلك الاخبار، اللي بينشر خبر او مجال الناس بتاعه الاخبار هدفها جذب الانتباه. ما ينفعش ابقى طول 24 ساعه انتباهي مشدود لحاجه. فانا محتاجه اقلل كتير متابعتي. كتير قد ايه يعني؟ او يبقى متابعتنا قد ايه؟ لحد الحاجه اللي هتفيدني. انا عايز اعرف عشان ايه؟ عشان اطمن. فانا بشوف الوضع الحالي، يعني انا محتاجه اكمل في اللي انا فيه واركز في الحاجه اللي انا بعملها. وادور على حاجه تانية شتت ذهني بيها، مش بس الخبر بتاع الوقت الحالي. طيب دكتور، في اقاويل كده ان انت طول ما انت متفائل او طول ما انت نفسيتك تمام في الفتره دي فده بيزود مناعتك، فبالتالي مش هتصاب باي حاجه، وعلى العكس انه لو انت متشائم او بتبص للامور بشكل سلبي فده بيضعف المناعه وبيأثر في كيمياء الجسم وحاجات كده، فممكن يصيبك الفيروس بشكل اسهل. ايه صحه او خطا الكلام ده؟ هل النفسيه ليها علاقه بالمناعه؟ 100%، ولكن مش عايزين نعول على ده. يعني انا مش لو قعدت طول النهار بسقف وبضحك وبغني فمناعتي هتبقى 100%، مش هدي حاجه. احنا بنقول ان المناعه مهمه لان اغلب امراضنا بتيجي لما بيحصل اضطرابات في حالتنا النفسيه. حتى الامراض الضخمه يعني لا قدر الله زي السرطان. صح. او بيأثر على جسمنا. بالظبط، بيأثر على جسمنا لما حالتنا النفسيه بتسوء. فكل ما حالتي النفسيه بحافظ عليها كل ما مقاومه جسمي بتبقى اعلى. ولكن مقاومه جسمي مش بس حاله نفسيه، حالتي الصحيه واكلي ونومي والسنوات اللي فاتت والامراض الاخرى اللي عندي والجزء الجيني بتاعي. فطبعا الحاله النفسيه مهمه، بس ما ينفعش لوحدها اعول عليها كل حاجه.
يعني اخلي بالي ان صحتي مهمه والمحاذير والاختلاط برضو حاجه مهمه، يعني اخد اساليب الوقايه واحسن من حالتي المزاجيه على قد ما اقدر. طب حضرتك قلت نشتت ذهننا في البيت، في اجابه السؤال اللي فات، نشتت ذهننا بعيد عن الاخبار وعن السوشيال ميديا وكده، ايه الطرق اللي نشتت بها ذهننا؟ يعني ايه الطرق اللي نقدر نستنفذ فيها وقت يومنا كله من غير ما ناخد فيه حاجات سلبيه ونبقى عندنا مشاكل ونبقى نايمين تعبانين؟ حلو قوي، غير المطبخ يعني عشان ما احنا جربناه وزهقنا يعني. المطبخ والتلاجة اللي دول اكتر دول اكتر عشان بخاف من النور يا دكتور فؤاد، ربنا يكرمك في الموضوع ده لو سمحت. اوكي، عموما من ضمن الحاجات المهمه في اليوم ان يكون عند حضرتك سيستم يومي. احد الحاجات اللي موترانا ان ما بقاش عندي نظام يومي انا بعمله، يعني احنا طول الوقت عندنا فكره اني بصحى عشان ورايا حاجه، ومخي بيحتاج يكون وراه حاجه عشان يصحى لها عشان يقوم ويفوق. فانا النهارده قايم انا قاعد في البيت ما عنديش تارجت، فانت محتاج يكون عندك روتين يومي ولو بسيط، اني يعني عارف في الوقت الفلاني هتفرج على كذا مثلا، في الوقت الفلاني هقرا الحاجه الفلانيه، او هشتغل كذا او هذاكر كذا ايا كان، فانا عامل سيستم يومي وده مهم. طب ما الروتين ده يا دكتور اصلا انا بحسه حاجه قاتله، ان انا بصحى كل يوم اليوم هو بيتكرر، انا بصحى عشان ما عنديش حاجه، حتى لو عندي حاجه هعملها في البيت، هتفرج على فيلم، هعمل حاجه في المطبخ، هقعد، يعني مش عايزين نيجي للاولاد دلوقتي نسيبهم شويه، بس انا عارفه ايه اللي هيحصل في اليوم، زي اليوم اللي قبله زي اليوم اللي بعده. عظيم. فدي بتاثر برضو اعتقد طبعا على النفسية. ما هي الشطارة ان ما يكونش اليوم شبه اليوم اللي بعده. نعمل ايه بقى؟ يعني انا يكون عندي حاجات بدايل، مثلا لو انا باخد 3 ايام في الاسبوع بعمل فيهم رياضه في البيت مثلا، ده من ضمن الحاجات اللي هتنشطني شويه. تمام. عندي 3 ايام في الاسبوع هذاكر، او يوم في الاسبوع هذاكر فيه لغه جديده مثلا، او هتعلم هوايه جديده ما اتعلمتهاش قبل كده. هدور على ناس بتحب اكتيفيتي معينه حتى اونلاين واتعلم منهم حاجه. هدور على مجال جديد ما اعرفوش. احلى من كل دول ان انا ابقى عندي شويه وقت للتفكر. احنا ده مش بنعمله خالص في يومنا العادي، يعني احنا اي وقت بتتكلمي فيه مع الناس انك تشوف نفسك من جوه هو طول الوقت مشغول. بس يا دكتور مخنا بيضحك علينا، احنا نيجي نقول نتفكر يدخلني في هموم قدام، يا اما يدخلني في ذكريات وراء. يعني ازاي كنترول الموضوع في التفكر؟ حلو قوي. التفكر مقصود بيه ان حضرتك بتشوف اللحظه هنا ودلوقتي، بتلاحظها مش بتحكم عليها. يعني انا مش بفكر في الماضي فبلوم نفسي عليه، ولا بفكر في بكره فبحط له سيناريوهات، وبفكر في لحظه الحين من غير احكام، يعني من غير ما احكم على نفسي ان انا مثلا فاشل او ان انا ضعيف او ان اللي انا فيه ده النهايه، كل دي احكام، بس اللي انا فيه ده في شويه مشاعر، فهي فرصه ان انا اشوف ايه اللي جوه، اللي جوه ده بيتحرك ازاي، بيتحرك بناء على ايه، هو انا وصلت للحته دي ليه. يعني ناس كتير في الوقت الحالي بدات تكتشف حاجات عن نفسها ما كانتش تعرفها، كانت فرض على نفسها صور ذهنيه معينه، مثلا ان انا الشخص العنيدي، اكتشف النهارده لا انا ما كنتش عنيدي، انا كنت بجري ورا حاجات مش واخد بالي منها، اولوياتي كانت مترتبه غلط، زي ما سعادتك بتقول من شويه الاختيارات ما كانتش مناسبه، اختياري في شغلي ما كانش انسب حاجه، اختياري في علاقتي كان محتاج تغيير، وهكذا. فهي فرصه للتفكر ان انا افهم نفسي، ومليون في الميه مش هنطلع من التجربه دي زي ما دخلناها كاشخاص، يعني احنا بنتغير تأكيد. فاكيد رؤيتنا للحياه اختلفت، يعني عمرنا ما مشينا في الشارع شفنا كل حاجه حوالينا مقفله كده وفجاه ومن غير سبب، فبالنسبه لك حاجه تخض، فاكيد فتحت عندنا افكار جديده وده مفيد. طيب دكتور، هل ممكن التوتر او القلق اللي نصاب بيه في الفتره دي يكمل معانا ويتفاقم ويوصل لامراض كبيره، ولا هيزول بزوال السبب؟ يعني حلو قوي، ممكن جدا يتحول لامراض، يعني وارد جدا يتحول لامراض لو انا عرضه لده. لو انا عندي استعداد ان انا اتعب، يعني لو ما عنديش مجالات بعرف اخرج بيها من المشاعر السلبيه، وممكن جدا يعدي، وزي ما لسه بنحكي كده اطلع بيه بفايده كبيره لو انا اتعلمت اتعامل مع مشاعري السلبيه، اتعلمت اتكلم عنها، اتعلمت ما استعيبهاش، اتعلمت ابقى شايف ان ده المحرك ليا، يعني المحرك ليا مشاعر قلق وخوف مش غضب. احنا في البيت بنتخانق واحنا مش واعيين ان اللي جوانا قلق، فبنطلعه في صيغه غضب على بعض، نتعصب على بعض واحنا مش واعيين لده، فابقى فاهم مشاعري وبتعامل معاها. طيب ده بالنسبه للشخص. لو احتجت ان انا ادعم شخص تاني، ايه هو الاسلوب الامثل لما بلاقي شخص خايف او متوتر او قلقان، انا ادعمه ازاي في الوقت الحالي؟ قصدك في الوقت الحالي اسهل حاجه تدعم بيها اللي حواليك انك تسيبه يحكي، يعني ساعده ان هو يتكلم عن اللي عنده، وما تغذيش افكاره السلبيه، يعني اسمع مشاعره السلبيه بس ما تغذيش عنده الافكار السلبيه. مش هو هيحكي لك مثلا فانت تفتكر حاجه خوفتك فتفكره بيها، فتقعد تقول لا ده انت ناسي كمان ان الفلوس مش هيبقى معانا فلوس، احنا مش هنعرف نشتغل، ده انت نسيت كمان الحياه هتقف، يعني اقعد ازود عنده الخوف باللي انا خايف منه. انا عايز اسمع منه اخرج اللي عنده واسيبه يحكي، حتى لو يحكي فلاوس، وافكره ان هنا ودلوقتي كل اللي هو بيحكي فيه ده مش حاصل، مش موجود. في حاجات مرعبه، في سيناريوهات مرعبه، بس الواقع الحالي ان احنا الحمد لله كل واحد في بيته في امان. هي ممكن مجرد الفكره تكتف؟ طبعا دي الفكره بتغرقنا.
طبعا الفكره بتكتفني وبتعطلني وبتوقفني مكاني وبتخليني ابني يعني بيت كامل من فكره واحده. فانا محتاج ارجع لاصل الموضوع يعني. طيب بالفترة يمكن اللي فاتت ناس كتير قالت انه الناس اللي كبيرة شوية في السن او اللي عندها امراض مزمنة هم دول اكتر ناس عرضة لا قدر الله للوفاة. طبعا دول ده في حد ذاته حاجة مخيفة ومقلقة لكل الناس دي، وبرضو على الناحية التانية في اطفال صغيرين هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، فانا ازاي اساعد كبير السن اللي حواليه كل الاخبار بتقوله ان انت ممكن لا قدر الله تتوفى في اي وقت بسبب الفيروس، وفي نفس الوقت افهم الطفل ده انه الدنيا هاديه او انه امان من غير ما اقلقه. حلو قوي. هو في بس حاجه في توصيل المعلومه للكبار بالذات، انا محتاج احميهم واخلي بالي منهم عشان هم اهلي وانا خايف عليهم. بس مش محتاج كل شويه افضل اغلس عليهم اصل انتوا كبار اصل انتوا في خطر، يعني مش عايز احسسهم اصلا انا في امان الحمد لله اصلا انا صغير فهم الكبار هم اللي خطر عليهم. انا عايز اطمنهم باني اخلي بالي من المحاذير لنفسي وليهم. يعني لو حد بيخرج من البيت لشغله مثلا وعنده حد كبير في البيت فيخلي باله من المحاذير عشان الشخص الكبير بالظبط، بس مش كل شويه اقعد اغلس عليه بالكلام دي. مهم قوي. بالنسبه للشخص الصغير هو الفكره كلها ان الصغير عنده افكار وعنده مخاوف يمكن اكبر من الشخص الكبير، لان عنده شويه افكار خياليه يعني بيقعد يختلق حاجات من خياله ويزود اللي هو فيه فيبقى عنده توتر وقلق عالي جدا. فانا محتاج اطمنه شويه. اطمنه يعني ايه؟ يعني اتكلم معاه بمنتهى الصراحه، اشرح له ايه اللي بيحصل تماما عادي جدا واقول له ايه اللي بيحصل والوضع اللي احنا بنمر بيه وان دي حاجه عالميه فكل الدنيا وكل العلم مسخر لخدمتنا في ده واحنا بنحاول ندور على حاجه نطلع بيها والاكيد ان احنا هنطلع. لقيته خايف ومضطرب هساعده باللعب. يمسك ورقه وقلم ويرسم. ارسم لي الخوف اللي انت شايفه، ارسم الفيروس، ارسم لي شكله ولونه. لو انت اتعاملت معاه، لو انت لعبت معاه لعبه، نعمل تمثيليه، عملنا لعبه عندنا سميناها الفيروس مثلا وبدانا نتعامل معاه، طب نهزمه ازاي؟ طب هو خايفين منه من ايه؟ طب هو ممكن يضرنا ازاي؟ وهكذا. تجسيد التحديات والمخاوف والانتصار عليها بشكل مادي عشان اقدر انتصر عليها نفسيا. عشان الفكره اللي عنده. حلو جدا. طيب ونطلع الطاقه بالظبط كده. طيب اخر حاجه، الفيروسات طبعا معديه والناس كتير خايفة منها، هل التوتر والخوف والقلق الناتج عن الحالة دي برضو معدي وازاي أقي نفسي منه؟ حلو قوي. الخوف والقلق معدي للغاية ومن أكتر الحاجات المعدية في الدنيا، لأن احنا من غير ما نحس الخوف بيتنقل لنا. انت لو قعدت مع حد شوية قاعد مش على بعضه بعد شوية تحس انك متضايق من غير سبب، ليه؟ لمجرد ان هو قاعد كده مش مرتاح، فحالتنا المزاجيه بتتنقل جدا والهاله بتاعتنا الحاجه اللي حوالينا من طاقتنا ده بيوصل لحوالينا. يعني لو قاعد مطمن وهادئ ومبتسم في وش اللي قدامي بيهدى وبيرتاح، فبالتالي اللي انت حاسه يقينا بيتنقل للي حواليك سواء انت عبرت عنه او ما عبرتش. يعني انا محتاج اشتغل على اللي جوايا لو عايز الدنيا في البيت تبقى هاديه. مش عايز البس ماسك مش حقيقي او ادعي ادعاء مش حقيقي، اصل انا مطمن وتمام وانا جوايا خوف ورعب، مع اقل مشهد ده هيبان لهم وهيخافوا اكتر، فعبر عن الجوايا زي ما هو وده عادي جدا. ما بقى اتوقف شويه عن انا اشحن طاقات اللي حواليا السلبيه، مش عايز اقعد ارعب الناس بالخوف اللي عندي. يمكن انا خايف من حاجه انتم مش شايفينها ومش حاسين بيها، مفيش داعي ان انا اخوفكم معايا، مفيش داعي ان انا احكي لكم قصص مرعبه تقلقكم اكتر. ادور على حاجات تطمني، وطبعا حته الروحانيه بتفرق كتير. دكتور نورتنا جدا وبنشكرك، واكيد استفدنا من معلوماتك، ويعني يا رب ان شاء الله الفتره دي كلها تعدي على خير ونطلع منها بقى من خير من غير اي توتر او قلق او اي امراض. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. انا كان عندي لسه 1423 سؤال بس يعني المره الجايه. شكرا يا نوره. شكرا يا حلقتنا النهارده كانت متنوعه ما بين التعليم وما بين التكنولوجيا وما بين الصحه النفسيه. لسه مستمرين معاكم في ان احنا نكون موجودين جنبكم ومعاكم في البيوت علشان نقدر نقدم لكم اكتر نصايح مفيده وممكنه تساعدكم ان انتم تقدروا تعدوا الفتره دي، وان شاء الله العالم كله يعديها على خير. نشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.